كنت قلت لهم بكري قلت لهم انا كي نلقى روحي قلت لهم الوجوه الرياضيه الكبيره هذه احيانا ولا نخجل من نفسي قلت مش نجم نعطي للرياضه قد يعطوا الرجال اللي موجوده اليوم وجوه رياضيه هامه معروفه وجوه رياضيه تلمت اليوم مره في الاجواء العناق والكلمه الطيبه هذه الرياضه اللي يحبوها انا حبيت نعطي رساله اللي راهو الاعلام في الرياضه خصوصا اخويا تحتيه جناح من الاجنحه اللي تنجم تنجح الرياضه قلت لهم حتى في الرساله منذ قليل في كلمتي راهو النقد البناء يصلح نبعدوا على استفزاز نبعدوا على الاثاره وان شاء الله نجموا نصلحوا رياضتنا نعطي ثقه في الوجوه هذه اللي عطات برشا لتونس راهو الرياضه خدمه تونس في جميع المستويات خدمتها في رسم صورتها وملامحها في الخارج من خلال ابطال ما نجموا نقولوا كانوا هم ابطال رفعوا الرايه عاليا ومن خلال ايضا تواجدنا في المحافل الدوليه والاجواء اللي كانت تتصاحب ان شاء الله ترجع الرياضه تتعلق بطريقه ونبعدوا على التنافس والعرك اللي